مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من سلسله تفاعليه نشوف تيفي. نشرت السلطات المغربيه مزيد من عناصر القوات العموميه بمحيط مدينتي سبته ومليليه المحتلتين، مكونين من عناصر الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده، كما دخل على الخط ايضا عناصر القوات المسلحه الملكيه. وحسب جريده الاحداث المغربيه الصادره اليوم، فان مسؤولين كبار في صفوف القوات المسلحه الملكيه حضروا الاجتماعات بكل من الناظور والمضيق، بحيث تم الاتفاق على دعم التواجد الأمني بالمنطقة والحد من تحركات وهجمات المهاجرين غير الشرعيين. وحسب نفس المصادر، فإن المغرب كيستعمل طائرات دون طيار لمراقبة جزء من الحدود المغربية الجزائرية، خاصة المعابر اللي اعتاد على استعمالها مهربو البشر، وهذا الشيء اللي كتابعه أيضا مجموعة من الفرق الخاصة التابعة لمراقبة التراب الوطني، لا سيما في إطار تداول أنباء عن وجود تجمعات لعدد من المهاجرين الأفارقة على الحدود مع الجزائر، ثم تسهيل عبورهم في محاولة منهم تسلل للمغرب والتوجه لسبتة ومليليا المحتلتين. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.